هاي جريد 4، معاكم شيماء منير ومكملين مع بعض English Wallet for Primary 4 Unit 3. Let's start with the new words. Please listen to me carefully while I'm reading. Okay, let's start. Albatross, Flamingo, Eagle, Peacock, Gull, Penguin, Danger, Lake, Scan, Adult, Parent, Appear, Argue, Signet, Disaster. Okay, also we have here some verbs: dive, trap, die, drawing, lay. Okay, let's move to another part. Here we have grammar. النهارده الجرامر بيتكلم عن comparison of adjectives، اللي هي المقارنة بين الصفات. Number one عندنا هنا زي ما احنا شايفين، لما نيجي نقارن ب as adjective as، as ونحط هنا صفة وبعديها as، which means they are equal، يعني عندهم حاجات الاتنين عندهم نفس الصفة. For example، the girl is as old as the boy. They are 10 year. البنت في نفس عمر الولد، الاتنين عندهم 10 سنين. Okay, the bag is as heavy as the box. They are 20 kilograms. يبقى الشنطة في نفس وزن الصندوق، الاتنين وزنهم 20 كيلو، الاتنين يعني كل واحد فيهم وزنهم 20 كيلو، الاتنين equal يعني. اوكي، فعلشان كده احنا قلنا نستخدم as adjective as، وناخد بالنا ان الادجكتيف هنا نازلة ما فيهاش فيها حاجة خالص، نازلة عادية جدا، old tall heavy. Number two، بستخدم برضو comparison، ممكن نقول not as adjective as. هنا بقى في negative، بنفي. الأولانية are equal، لكن هنا لا، في اختلاف شوية، في اختلاف أو مش متفقين مع بعض. أوكي، طيب number one، لما أقول هنا for example the dog is not as beautiful as the cat، الكلب مش في نفس جمال القطة. أوكي، the elephant is not as tall as the giraffe، الفيل مش في نفس طول الجراف، هي طبعا أطول كتير، فهنا في اختلاف ما بين الصفات. أوكي، أول واحدة equal، تاني واحدة لا مش متساويين. طيب number three، لما أقول more which means إن في حد بيتفوق على حد في الأدجكتيف دي، يعني الاتنين مش equal في نفس الصفة. For example the car is more expensive than the bike، طبعا إن العربية هي أكثر ثمنا أو غالية أكتر من العجلة، مش في نفس السعر. أوكي، the tiger is more frightened than the cat، طبعا ان النمر بيخوف اكتر من القطة. طيب the most، لو خدنا بالنا more انا بقارن بين two بين حاجتين اتنين، يعني ممكن two things two animals two persons، بين شخصين بين شيئين بين اتنين حيوانات، فال adjective بنحط لها more. لكن the most which means انا بقارن حاجة بمجموع حاجات حواليها، او بقارن شخص باشخاص كتير، او بقارن animal من حيوانات كتير. اوكي، for example English is the most interesting subject، اللغة الإنجليزية أو الإنجليزي هو أكثر مادة استمتاعا أو جميلة جدا أو ممتعة. أوكي، أمينة is the most beautiful girl in the class، أمينة هي أجمل بنت في الفصل كله، يبقى أنا قارنت أميرة ببنات في الفصل كلهم. تمام، ده كان النهاردة بنتكلم عن English Wallet for Primary 4 Unit 3. يا رب يكون قدرت اوصل المعلومه بشكل مبسط وسهل ليكم. For any questions or any comments please let me know. Don't forget to like and share my video. Thanks so much and see you soon. Bye.